الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أعظم سلاح ينبغي أن يتسلح به الإنسان في هذا الزمان العلم. العلم العلم لا سيما علم العقيدة. والله العظيم إن الناس محتاجون إلى علم العقيدة خاص، إلى العلم عام وإلى علم العقيدة خاصة أشد حاجة من الطعام والشراب، لا سيما في هذا الزمن التي كثرت فيه الشبهات وتنوعت فيه الشهوات وضعف فيه العلم وكثر موت العلماء فيه وكثرت الرؤوس الجهال فيه، فإن الناس والله محتاجون إلى طلب العلم وإلى قراءة الكتب وإلى جرد المطولات وإلى حضور الحلقات أشد من حاجتهم إلى الطعام وإلى الشراب وإلى الوظائف وإلى النكاح بل وإلى الأولاد. فينبغي للمسلم منا في أي مكان وفي كل زمان أن يحرصوا على العلم، لا سيما في هذا الزمن في آخر الزمان، فإن الأدلة قد شهدت أنه زمن يرفع فيه العلم. فلماذا نتثاقل إلى الآن أن نحضر حلقة نتفقه فيها أو نتعلم فيها؟ فربما تسمع شبهة أو تعرض على قلبك شهوة يضعف فيها إيمانك وتفسد فيها عقيدتك ويتشربها قلبك فتكون سببا لهلاكك وعطبك في الدارين. فالعلم العلم العلم العلم، وصيتي لكم العلم. اقرأوا إذا ما كنتم تجدون علماء، تحلقوا حول العلماء، أكثروا سؤال العلماء، أكثروا الاتصال على العلماء، اقرأوا كتب الفتاوى على الأقل فإنها كتب تصلح لقراءة العوام، إذ أن الفتوى غالبا لا يكون فيها كثرة التفاصيل وإنما الحكم بدليله. لكن لا ينبغي أن يمر عليك اليوم والأسبوع والشهر بل والسنة لا تستزيد في ذلك علما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يأتي على الناس زمان لا يدرون ما صيام ولا صلاة ولا حج ولا صدقة ولا نسك، ما عاد يدرون عن شيء أبدا ولا يعرفون من الدين أبدا إلا كلمة التوحيد لا إله إلا الله. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العباد ولكن يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وإن نظرة بسيطة إلى القنوات ومن يخرج فيها لتطلعك على أن كثيرا يتفوهون في دين الله عز وجل بلا علم ولا برهان. خرجت لنا فتاوى عجيبة وغريبة لا ندري من أين أتوا بها، والله لا يدل عليها لا كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا قول عالم معتبر من العلماء. ولا أقول كلهم، لا، منهم نماذج صالحة وطيبة وعالمة، لكن الكلام على أكثر من يخرجون في هذه القنوات. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويظهر الجهل ويظهر الجهل ويشرب الخمر ويكثر الزنا ويكثر الزنا. فالله الله بالعلم يا طلبة العلم، تعلموا وتفقهوا واتصلوا بالعلماء واقرأوا وقلبوا بطون الكتب واستمعوا إلى وسائل التواصل الاجتماعي التي خصصت بالفوائد، وانقلوا هذا العلم لزوجاتكم وأولادكم وجيرانكم وأهلكم حتى يكون العلم منتشرا، فإن الأمة لا تزال بخير ما دام العلماء والعلم دائرا فيها. لكن متى ما ذهب العلماء وذهب العلم وترأس هؤلاء الجهال المنابر وصارت لهم الدفة ونطق الرويبض فقل على الدنيا السلام، ولظهر الأرض ولبطن الأرض حينئذ خير للعبد من ظهرها. يا الله أن تحفظنا وتحفظ أمتنا وتحفظ علماءنا وبلادنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.